مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عناوينها: معارك الهلال النفطي وتحالفات الجديدة، المساعي الإقليمية لتطويق الوضع الأمني، تداعيات التصعيد العسكري على مدني جنفودة. وللحديث أكثر عن كل هذه العناوين وتفاصيلها أرحب بضيفنا، ينضم معنا عبر سكايب من تونس مدير المركز المغاربي للأبحاث والدراسات حول ليبيا رشيد خشانة. سيد خشانة، أرحب بك معي اليوم. مرحبا بك سيدة غالية، وتحياتي لمشاهديك أيضا. يقدر متابعون للشأن الليبي أنه في ظل التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها منطقة الهلال النفطي، تتكثف التحركات الإقليمية في أكثر من اتجاه، إذ لم تتأخر السلطات المصرية للتحرك لدعم حليفها حفتر، حيث تعد لاجتماع طارئ لبحث كيفية صد الهجوم على الهلال النفطي، فيما ظهرت تحالفات جديدة على الأرض تجسدت من خلال دخول مقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنا على خط المعارك وفقا لما جاء في التقارير. أوردت صحيفة العربية الجديد تقريرا جاء فيه أن التحركات تتكثف في أكثر من جهة حول الملف الليبي بعد التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها منطقة الهلال النفطي، إذ تعمل قوات حفتر على محاولة استعادة مناطق سيطرت عليها سرايا الدفاع عن بنغازي، ولم تتأخر السلطات المصرية للتحرك لدعم حليفها حفتر، حيث تعد لاجتماع طارئ لبحث كيفية صد الهجوم على الهلال النفطي، في وقت برز فيه أيضا إعلان جزائري تونسي عن اتفاق أمني حول ليبيا لم تتضح معالمه بعد. وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية للعربية الجديد أن اللجنة المصرية لمتابعة الشؤون الليبية برئاسة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي وجهت الدعوة لحفتر لحضور اجتماع طارئ في القاهرة بحضور مسؤولين روسيين لم تحدد هويتهم، إضافة إلى آخرين إماراتيين خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي ترعاه القاهرة يهدف للاتفاق حول وضع تصور واضح لمساعدة قوات حفتر في صد الهجوم على الموانئ البترولية في منطقة الهلال النفطي الذي تقوده سرايا الدفاع عن بنغازي. وفي هذه الأثناء تحاول قوات حفتر استعادة المبادرة في معركة الهلال النفطي والعودة إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات سرايا الدفاع عن بنغازي في اليومين الأخيرين، وتضربت الأنباء عن مسار السيطرة على الأرض. فيما قال مصدر في غرفة عمليات قوات البنيان المرصوص للعربي الجديد إن قواتهم تلتزم ضبط النفس لأبعد الحدود في المعارك الدائرة حول منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية أفقدت قوات حفتر توازنها. أورد موقع الجزيرة نت مقالا جاء فيه أن مقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنا تصدوا لهجوم شنته قوات حفتر قرب منطقة الهلال النفطي، بينما سقط قتلى وجرحى وأسر آخرون في صفوف قوات حفتر أثناء معارك قرب مدينة راس لانوفا. ونقل مراسل الجزيرة نت عن مسؤول عسكري في مجلس شورى مجاهدي درنا أن قواته صدت محاولة التفاف لقوات عملية الكرامة التابعة لحفتر بأسلحة ثقيلة جنوب غربي المدينة كانت تحاول التحرك صوب منطقة الهلال النفطي. كما نقل عن مصدر في سرايا الدفاع أنها طلبت رسميا من وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني أن يتولى المسؤولية عن موانئ النفط التي سيطرت عليها في الهلال النفطي، ورحب محمد عماري نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإعلان سرايا الدفاع عن استعدادها لتسليم الموانئ النفطية للحكومة، وأعلن في بيان أن الحكومة تستعد لتسلم الموانئ ولن تدخر جهدها في الحفاظ عليها. ودعا عماري إلى ضرورة تطبيق الاتفاق السياسي كاملا وعدم إضاعة الوقت لمآرب سياسية ومصالح شخصية، كما شدد على ضرورة عودة المهجرين إلى بيوتهم وعلى مكافحة الإرهاب ونبذ الاقتتال والجنوح للحوار. صحيفة العرب أوردت مقالا جاء فيه أن عدد نواب البرلمان الذين أعلنوا مقاطعتهم للحوار السياسي ارتفع إلى 55 نائباً احتجاجاً على الهجوم الذي شنته ميليشيا ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي على منطقة الهلال النفطي، الأمر الذي بات يهدد بنصف مسار الجهود السياسية الداخلية والخارجية الرامية لإيجاد حل للأزمة. واتهمت الحكومة المؤقتة المنعقدة شرق البلاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
بالوقوف وراء الهجوم، إلا أنه رد بأن لا علاقة له بذلك التصعيد العسكري، مؤكداً أنه لم تصدر عنه أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة. ويرى مراقبون أن الاقتتال في منطقة الهلال النفطي محاولة لإجهاض أي حل سياسي ليبي شامل يجمع كل الفرقاء الليبيين، ويهدف إلى إفشال جهود دول الجوار وتحديداً تونس ومصر والجزائر التي تجري مشاورات منذ أشهر لحل الأزمة سياسياً رافضة أي تصعيد عسكري. ولا يستبعد هؤلاء أن يكون هذا التحرك بإعاز من بعض الدول التي ليس من مصلحتها استقرار ليبيا. كيف تفسر التدافع المصري لإجراء اجتماع طارئ حول ليبيا بعد التطورات الميدانية في الهلال النفطي ودعوة مصر حفتر للحضور إلى هذا الاجتماع؟ للأسف نحن بإزاء حرب شاملة في ليبيا بمشاركة كل أنواع الأسلحة، وهذه الحرب تمس بالدرجة الأولى الهلال النفطي وهو شريان الحياة بالنسبة للليبيين. تعتمد هذه الحرب على استنفار عام وتشمل الشرق والغرب على السواء، لأنها مست أيضا العاصمة طرابلس، حيث اقتحمت ميليشيات مقر الشركة الوطنية للنفط، وهذا الاقتحام له مغزى ومعاني كثيرة، باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط ظلت إلى حد اليوم بعيدة أو بمنأى عن التجاذبات السياسية. وبالتالي فهذا محاولة لإقحامها في هذه الحرب من جديد، علما أن من دلع في ليبيا من معارك اليوم أدى إلى تداعيات إقليمية. طيب، من خلال الموقف المصري سيد خشانة هنا وقراءة في الرد فعل دولة مصر على وجه الخصوص، ما الذي يمكن أن يتمخض عنه الاجتماع الذي تنوي مصر عقده بالقاهرة؟ وبحسب هنا ما تطرقت إليه الصحيفة فإن الاجتماع سيحضره مسؤولون روسيون إضافة إلى آخرين إماراتيين خلال الأيام القليلة المقبلة. فعلا هذا من التداعيات الإقليمية لهذه المعارك أو لهذه الحرب الجديدة إن صح التعبير، التي تذكرنا بالحرب بين فجر ليبيا وعملية الكرامة في 2014. والموقف المصري هو جزء من المواقف وردود الفعل المؤيدة لأحد الطرفين. طبعا مصر الرسمية تقف إلى جانب الماريشال حفتر الذي أعلن أنه قام بتراجع تكتيكي كما سماه عن هذه المنطقة التي استولى عليها في السنة الماضية بحرب مفاجئة، مثل الحرب المفاجئة التي تشن ضد قواته الآن وضد مواقعه. وبالتالي فالنظام المصري بالإضافة إلى روسيا ودول أخرى مؤيدة للمارشال حفتر ستقف معه في هذه المعركة لكي يستعيد السيطرة على الموانئ التي فقد السيطرة عليها نتيجة هذا الهجوم المفاجئ. وبالتالي هذا من شأنه أن يؤجج الحرب أكثر فأكثر، لأن الأطراف الأخرى أيضا ستدعم الخصوم الماريشال حفتر، وبالتالي نحن مقدمون على حرب ستستمر فترة ليست بالقصيرة للأسف. بحسب ما أورده موقع الجزيرة نت، فإن قوات من مجاهدي درنا انضمت إلى معارك الهلال النفطي مع طبعا سرايا دفاع بنغازي ضد قوات حفتر. كيف تقرأ هذه المستجدات وانعكاساتها على المعركة سيد خشانة؟ أقرأها بمعنى أن المعارك التي فتحت ليست معارك محلية، لا تتعلق بمدينة واحدة أو بموقع واحد، وإنما هي تشمل محاولة استرجاع كل منطقة الهلال النفطي من أيدي الميليشيا حفتر والجيش الليبي. وبالتالي فهذا سيجعل المقاومة والصراع يطول، وطول الصراع سيهدد الكيان الليبي، يهدد المجتمع الليبي، خاصة أن الانفراج بدأ يظهر عندما استؤنف تدفق النفط وتصديره للخارج وتحسين إيرادات الدولة الليبية التي كان المصرف المركزي يوزعها على الجميع رغم صراعهم ورغم خلافاتهم. كل هذا سيتوقف مع توقف تصدير النفط بسبب هذه المعارك، وهذا ستكون له نتائج كارثية للأسف على كل أسرة ليبية. سياسياً، ما تداعيات هذه المعارك على اتفاق أسخيرات تحديدا؟ فبحسب ما جاء على صحيفة العرب فإن عدد من نواب البرلمان بطبرق أعلنوا مقاطعتهم للحوار السياسي. بالتأكيد هذه من أولى التداعيات السياسية لهذه العملية، والتي ستجعل مصير مبادرة دول الجوار مصيرا صعبا جدا، رغم الاجتماع المرتقب لرؤساء حكومات تونس والجزائر في هذا الاتجاه.
وبالتالي ستكون المبادرة السياسية التي كان يؤمل أن تكون الفرصة الأخيرة لحل الأزمة الليبية ومراجعة اتفاق الصخيرات وإيجاد إطار عام للمصالحة بين الأطراف المتصارعة، كل هذا ذهب أدراج الرياح تقريبا مع اندلاع هذه المعركة التي ربما ستطول، لأن هناك من يغذيها من الخارج نعم، بالضد على مبادرات دول الجوار التي تسعى إلى احتواء الموقف وتبريد الخلاف بين الإخوة الأشقاء، الإخوة الأعداء. تحدثت هنا عن مبادرة دول الجوار الليبي. مراقبون في السياق رأوا أن الاقتتال في منطقة الهلال النفطي هي محاولة لإفشال جهود دول الجوار لحل الأزمة الليبية. إلى أي حد إذن ستنسف هذه المعارك الجهود الإقليمية ودول الجارة لليبيا منها الجزائر وتونس ومصر؟ بالتأكيد من أشعل نار هذه المعارك التي ستطول كما قلت للأسف هو من يريد إحباط الجهود التي تراكمت في الفترة الأخيرة ومكنت من إيجاد إطار عام ووثيقة سيعلن عنها قريبا تتعلق بالمصالحة الليبية ودفع الأطراف إلى أن تكون المصالحة الليبية ليبية وليست مصالحة مفروضة من الخارج. وفي هذا الإطار طرح تعديل اتفاق الصخيرات بما يرضي مختلف الأطراف الليبية ويضع حدا للتجاذبات التي كانت قائمة. ونحن نعلم أن هذه المعارك تأتي بعد أن رفض الماريشال حفتر نعم، اللقاء مع السيد فايز السراج، فكأنها رد فعل على هذا الموقف ومحاولة لي ذراع لكي تخضع كل الأطراف للمسار نعم التفاوضي، ولكن للأسف هذا لن يؤدي إلى تقدم العملية السلمية سنخوض على الأساس. بتفاصيل أكثر في المبادرة الجزائرية التونسية المصرية، ولكن في المحور الثاني. في ظل المساعي الإقليمية لاحتواء الأزمة، أوردت تقارير أن الجزائر وتونس أعلنتا التوصل إلى اتفاق أمني جديد يخص الأزمة الليبية، سيتم التوقيع عليه رسميا بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى. وفيما لم يكشف بعد عن محتوى الاتفاق وعلاقته بالأزمة، إلا أن التقارير تحدثت عن تنسيق بين البلدين بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة. أورد موقع عربي 21 أن الجزائر وتونس أعلنتا التوصل إلى اتفاق أمني جديد يخص الأزمة الليبية، سيتم التوقيع عليه رسميا الخميس المقبل بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بحضور رئيسي حكومتي البلدين. وجاء الإعلان من قبل الوزير الجزائري للشؤون المغربية والإفريقية والعربية عبد القادر مسهل ووزير الخارجية التونسي خميس الجناوي خلال افتتاح أعمال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية بالعاصمة الجزائر حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال مساهل: الجزائر وتونس ستوقعان مشروع اتفاق للتعاون الأمني بمناسبة انعقاد الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية. وأضاف أن هذا الاتفاق سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار مبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة. ولم يكشف هذا المسؤول عن محتوى الاتفاق وعلاقته بالأزمة الليبية، لكن المعلومة أن البلدين ينسقان بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة كما ورد سابقا في التصريحات الرسمية. كما تابعت على العربي 21 أن الجزائر وتونس أعلنتا التوصل إلى اتفاق أمني جديد يخص الأزمة الليبية، سيتم التوقيع عليه رسميا خلال أيام. سيد خشانة، ما مصير إذن هذا الاتفاق الذي يتزامن مع المعارك في الهلال النفطي؟ هو اتفاق يتعلق بالدولتين المعنيتين وبالتالي ممكن أن يستمر، لأنه يقوم بالدرجة الأولى على تخوف هذين البلدين من تداعيات وتسربات أو تسريبات الجماعات المسلحة إلى حدودهما المشتركة. ولكن هذا يعكس أيضا أن المبادرة الثلاثية التي كانت تجمع الجزائر وتونس ومصر أضحت اليوم بعد هذه التطورات العسكرية مبادرتين أو انقسمت إلى جزئين. الجزء المصري معني بالدرجة الأولى بالدفاع عن حليفه الماريشال حفتر، والجزء التونسي الجزائري معني أيضا بمصالحه الوطنية المتمثلة في حماية حدوده
من الجماعات المسلحة في ليبيا. إذن الهواجس الوطنية بدأت تطغى على الهواجس الجماعية، وبالتالي من الصعب جدا بعد فترة قصيرة إذا استمرت هذه المعارك أن يكون هناك مبادرة موحدة، لأن موقف الأطراف الثلاثة من أطراف الصراع الداخلية في ليبيا مختلف. الدول المغاربية لا تدعم الماريشال حفتر بشكل خاص، وإنما تريد أن تحافظ على مسافة واحدة من كل الفرقاء، بينما الموقف المصري ملتصق جدا بأحد الأطراف المتصارعة وهو الماريشال حفتر. هناك إذن خلاف سيظهر على العلن في الأيام المقبلة. نعم، بحسب تصريحات وزير الخارجية التونسي فإن الاتفاق سيكون الاتفاق الأمني هنا سيكون تكريسا وتجسيدا للتعاون الأمني والعسكري الهام بين ليبيا وتونس. في تصورك هل ليبيا الآن مهيئة لعقد مثل هكذا اتفاقيات أمنية؟ هي الاتفاقات ثنائية تعني تونس والجزائر بالدرجة الأولى، ولكنها تتعلق بليبيا، وبالتالي فما أتوقعه هو أن تونس والجزائر اللتين ظهر بينهما بعض الخلاف فيما يتعلق بالقوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة ودورها في مراقبة الجماعات المسلحة وفي محاولة إقامة قاعدة لها في شمال إفريقيا لملاحقة الجماعات الإرهابية، كل هذه الملفات ستحل في إطار هذا الاتفاق، بما يجعل التنسيق الأمني والعسكري يسير سير طبيعي بدون إشكالات بين البلدين، حماية كما قلنا لمصالحهما الوطنية وليس للتدخل مباشرة في الصراع الليبي. ماذا عن ليبيا؟ ما الذي سيعكسه هذا الاتفاق سيد دخشانة في اعتقادك؟ هذا الاتفاق هو لبنة أولى إن صح التعبير في سياق محاولة لترتيب الأوضاع الإقليمية بما يسمح بالتمهيد لمصالحة ليبية. إذا انضمت مصر إلى هذه المبادرة بشكل جدي وبما يجعلها مبادرة ثلاثية شاملة، أي لا تتعلق بطرف من الأطراف الليبية وإنما بجميع المشهد الليبي، عند ذاك ربما ستؤثر، لأن هناك وزن خاص لبلدان الجوار يختلف عن وزن البلدان الأخرى. ولكن للأسف من خلال المعارك المندلعة أمس واليوم نرى أن هناك تدخلات إقليمية عربية وغيرها وكذلك تدخلات دولية على رأسها روسيا تغذي هذا الصراع وتقطع الطريق أمام المصالحات السياسية بين الليبيين. ننتقل إلى مناقشة ملف آخر في المحور الأخير. يقدر محللون أن الوضع الإنساني الخطير في جنفودة لم يكن مجرد مزايدة سياسية بعد أن تحدثت عنه منظمات حقوقية وأشارت إلى الكارثة الإنسانية في الحي، وأن غياب الوعي بقوانين الحروب والافتقار للضوابط الحاكمة لإدارة المعارك من قبل قادة عملية الكرامة تعد من العوامل التي فاقمت تردي الأوضاع الإنسانية في منطقة جنفودة. يقول الكاتب سنوسي البسيكري في مقال على موقع عربي 21 أن جنفودة بالنسبة لعدد من البرلمانيين وللناطق الرسمي للجيش التابع للبرلمان بؤرة إرهاب، يستوي في ذلك المقاتل والمدني، لهذا كان التعامل معها عسكريا من دون تمييز، بحيث أصبحت منطقة محاصرة وتدك بالطيران وبالمدفعية. وأضاف البسيكري أن الوضع الإنساني الخطير في جنفودة لم يكن مجرد مزايدة سياسية فقد تحدثت عنه منظمات حقوقية، بل أظهرت صور ومناظر للعالقين صعوبة الحالة لدرجة إن اضطر المبعوث الأممي أن يصرح بما يشير إلى الكارثة الإنسانية في الحي. وعلى مستوى إدارة المعارك والعمليات القتالية فقد أظهرت النتائج أن درجة الانضباط متدنية جدا، ويظهر ذلك في طريقة القصف الجوي والأرضي كما يتجلى في التعامل مع الأسرى والمنكوبين، وجنفودة مثال حي يجسد ذلك. وأشار البسيكري إلى أن تصريحات قادة عسكريين قادوا محاور أو تحدثوا رسمياً باسم القيادة تكشف عن غياب الوعي بقوانين الحروب والافتقار للضوابط الحاكمة لإدارة المعارك. ولو سألت فاعلين في عملية الكرامة وقادة لقوات حفتر عن القانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب أو الاتفاقيات الحاكمة للمعارك والاشتباكات لما أجابوا بما يفيد الإلمام بها.
الكاتب سنوسي بسيكري تطرق إلى ما يحدث في منطقة جنفودا، وقال إن المنطقة ينظر إليها من قبل مجلس النواب كأنها بؤرة إرهاب يستوي فيها المقاتل والمدني، ورغم المناشدات الحقوقية إلا أن القتال فيها مستمر. كيف تباعد الأوضاع الإنسانية هنالك سيد خشانة؟ ليست الأمم المتحدة التي تنظر إليها بهذا المنظار، وإنما المتحاربون هم الذين ينظرون إلى هذه المناطق بدون تمييز بين المدنيين الضحايا وبين المقاتلين المسلحين. وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها تقارير تتحدث عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وللمواثيق الدولية بهذا الاتجاه، مما يعني أن جميع الأطراف، ولا نبرئ في ذلك أحدا منهم، سواء كانت التنظيمات والميليشيات المرتبطة بداعش أو بالقاعدة أو بمجالس ما يسمى بمجالس شورى الثوار في هذه المدن وخاصة في بنغازي، أو قوات الماريشال حفتر أيضا، كلهم عندما يقصفون منطقة لا يميزون بين الأهالي وبين المقاتلين. وهذا نتج عنه أن كثيرا من الأحياء التي ليس لسكانها ملجأ آخر غير بيوتهم يتعرضون لقصف الطيران والدبابات والمدافع بطريقة توقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى بين المدنيين، ربما أكثر من العسكريين. هذا يتكرر دائما، وجنفودا هي أحد ضحايا هذه الممارسة التي في تقديري لا تقوم على عدم الوعي، هم واعون بما يفعلون، ولكنها تقوم على الإصرار على معاقبة المدنيين كما يعاقبون خصومهم من العسكريين، وهذا غير مقبول. لابد من طيب أنت تحدثت أنهم واعون بذلك، لكن يتجاهلون القوانين المعنية بالحروب بما فيها هنا الافتقار للضوابط الحاكمة لإدارة المعارك، وأيضا عدم ربما الاكتراث لوجود مدنيين في هذه المنطقة. يعني كيف سيؤثر ذلك على عملية الكرامة، مكانتها دوليا وأيضا إقليميا؟ هو كذلك، يعني هم واعون ويعرفون أن هذا ممنوع على الأقل شرعيا وأخلاقيا بغض الطرف عن التشريعات الدولية، ولكنهم يتعمدون ذلك من أجل أن لا تكون هناك حاضنة، حسب رأيهم أن لا تكون هناك حاضنة شعبية للجماعات المقاتلة. هذا طبعا مرفوض بكل أنواع المنطق الإنساني، وهو أحد العوامل التي جعلت الخسائر البشرية في ليبيا منذ اندلاع هذا الصراع بين فجر ليبيا من ناحية وعملية الكرامة من ناحية أخرى، جعل الخسائر البشرية ترتفع بشكل غير معقول، غير متوازن مع طبيعة المعارك التي تخاض في هذه المناطق وخاصة في بنغازي وبعض أحيائها. سيد خشانة، ختاما وباختصار، هل يمكن الحديث هنا عن مساءلة دولية لمن يتورطون في إفعال انتهاكات أو تجاوز القانون الدولي المعني بحماية المدنيين في الحروب في ليبيا اليوم؟ بالتأكيد الرادع الوحيد هو أن يوضع هؤلاء المسؤولون عن هذه الانتهاكات على لائحة رسمية وتتخذ ضدهم إجراءات ويستدعون إلى محكمة دولية. عند ذاك ربما يخشون على أنفسهم، لأنهم رأوا أن هناك أطرافا قبل ذلك ارتكبت مجازر مماثلة ووجدت نفسها ملاحقة، وبعضها وجد نفسه في السجن. كل هذا هو الذي يردعهم، وإلا فإن هذه المجازر ستستمر ويستمر الضحايا من المدنيين للأسف. وبذلك نصل إلى ختام حلقة اليوم. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا، كنت معنا عبر سكايب من تونس، مدير المركز المغاربي للأبحاث والدراسات حول ليبيا رشيد خشانة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما أنوه إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، وإلى اللقاء.